السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنتكلم على التونة. قريت مقال عنها، فلازم أقول لكم المعلومات اللي فيها علشان كلنا نستفيد. إزاي استهلك التونة بأمان؟ كيفية استهلاك التونة بأمان؟ انتشرت أقاويل كتيرة عن أضرار التونة المعلبة، فأنا جمعتها لحضراتكم. أولا، تحتوي جميع المأكولات البحرية تقريبا على آثار للزئبق، وفقا لإدارة الأغذية والأدوية الـ FDA. فالزئبق يأتي من تلوث الهواء، حيث يتساقط الزئبق من مياه الأمطار على الأنهار والبحيرات والمحيطات بعد أن تنبعث من محطات توليد الطاقة والمصانع الحارقة للوقود، وتتراكم في الهواء، وبعد السقوط تصل إلى الأسماك. تزيد نسبة الزئبق كلما زاد عمر السمكة وحجمها. طيب، ما هو التسمم الزئبقي أو التسمم بالزئبق؟ قد يحدث عند الاعتماد على تناول التونة بشكل روتيني، يعني يومي، أسبوعي، لازم في وجبة من التونة. وده بيجي غالبا عند اتباع نظام لإنقاص الوزن وبرامج رياضية. وهذا التسمم يؤدي إلى العديد من المضاعفات، منها التأثير على الصحة الإنجابية للرجال، وكذلك الإصابة بأمراض القلب والأضرار العصبية، كما قد يؤدي إلى تشوهات في الأجنة. طيب، ناكل التونة إزاي بدون ضرر؟ واحد، نتناول التونة الطازجة متوسطة الحجم، أفضل كتير من التونة المعلبة وأقل في المحتوى من الزئبق. اختيار النوع، التونة البيضاء تحتوي زئبق 3 أضعاف ما تحتويه التونة الخفيفة أو اللايت. الشخص البالغ اللي هو من 16 ل 49 سنة يمكن أن يستهلك ما بين 225 و 340 جرام من معلبات التونة اللايت. واخدين بالكم يا جماعة أن اللايت هي أخف في نسبة الزئبق. توصيات منظمة الغذاء والدواء أفادت بإمكانية أن يأكل الشخص البالغ 114 جرام من معلبات التونة البيضاء في الأسبوع، مش لايت. يبقى التونة البيضاء 114 والتونة اللايت من 225 ل 340. بالأطفال بقى، بالنسبة للأطفال، يمكن الأطفال دون سن السادسة تناول ما يصل إلى 85 جرام في الشهر. أما أطفال من 6 ل 12 سنة فيمكنهم تناول التونة مرتين في الشهر بنسبة 128 جرام في المرة، يعني مرة كل شهر بنسب قليلة. التونة اللايت المعلبة في محلول مائي أفضل من المعلبة في زيت، لأن سعراتها الحرارية أقل وبتفيد في الرجيم، وغنية أكتر بأوميجا 3. في حال تناول التونة المعلبة في زيت، يفضل تصفية الزيت ثم غسلها بالماء والخل، ثم إضافة الليمون والخل لها وتناولها، لأنها زيوت قد تكون مهدرجة ومضرة أيضا. الحوامل والمرضعات يجب ألا يتجاوز 3 علب من التونة شهريا، على أن تكون التونة لايت، وذلك لتفادي محتواها من الزئبق وكذلك من الأملاح المضافة والتي تسبب ضرر للحامل. التونة أو المادة الزئبق العالية بتسبب تشوهات للأجنة. للحصول على قيمة غذائية أعلى، من الممكن شراء علبة التونة المدون عليها أوميجا 3 بلس. يفضل عمل التونة في المنزل من الأسماك الطازجة وعدم الاعتماد على التونة المعلبة، كما يمكن استبدالها بسمك الماكريل الطازة المطهو على البخار أو الفرن، بيكون رائع جدا 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 وأفيد وأصح من التونة. حبيت أفيدكم بالمعلومة ديت، علشان التونة بما إن رجيم كتير جدا والكيتو دايت بيعتمدوا على تصفية الحاجة وأكل اللحوم اللي فيها، فالتونة فيها نسبة زئبق عالية جدا جدا جدا، ومن الأغذية اللي هي لو خلصنا من الزئبق وطلع فيها اي مشاكل تانية بتسبب لا قدر الله الموت مباشرة يعني بعد تناولها. كمان بالاضافة الى ان علب المعدن دي فيها التخزين فيها بتؤدي الى ارتفاع نسب الزئبق الموجودة في التونة اصلا واضرار تانية. حبيت افيدكم، ياريت لو اول مرة بتتفرجوا معانا على القناة تشتركوا معانا بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر ولايك لو عجبك الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.